أهلا بحضراتكم من جديد، وخلونا نبتدي مع حضراتكم بأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح، ومنها اجتماع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين، كمان متابعة سيادته للجهود الخاصة بتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية. عندنا خبر تاني يهم مش قطاع كبير من المصريين، يهم العالم كله. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع اعمال تطوير المنطقه وكافه الطرق المحيطه بالمتحف المصري الكبير، وقال ان اعمال التطوير بتتم على اعلى مستوى بما يليق بمشروع المتحف الكبير اللي هيكون افتتاحه محط انظار العالم كله خلال الفتره القادمه. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين. وجه سيادته بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، بهدف تعزيز استمرارية نجاح المبادرات الرئاسية المختلفة وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع لمتابعة الجهود الجارية لتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية، خاصة من خام التانتالوم اللي بتتواجد احتياطات منه في مصر، وبيعد أحد العناصر النفيسة والنادرة اللي بتستخدم في العديد من الصناعات المتطورة زي مكونات الطائرات والدوائر الإلكترونية والكهربائية الدقيقة وأجهزة الهواتف والحواسب المحمولة، فضلاً عن تصنيع بعض المكونات الطبية كالشرائح التعويضية والمفاصل الصناعية. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة عدد من مشروعات قطاع السياحة، وخلال الاجتماع تم استعراض الموضوعات المتعلقة بمستجدات صناعة السياحة بصفة عامة، وأيضاً حركة السياحة الوافدة خلال العام الحالي، بالإضافة للموقف التنفيذي الحالي للاستراتيجية الوطنية للسياحة وغيرها من الموضوعات الأخرى. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة أعمال تطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وقال مدبولي إن في اهتمام من الدولة المصرية بتطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير على أعلى مستوى بما يليق بمشروع المتحف الكبير اللي هيكون افتتاحه محط أنظار العالم خلال الفترة المقبلة. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي تقرير حول الإعلان عن إطلاق أسطول المكتبات المتنقلة الجديدة في عدد من المحافظات من مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة وساحة الشعب، وده بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي منطقة الحدائق المركزية النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للأعمال بها، وكمان تفقد الأماكن المخصصة للملاعب المختلفة ومزاولة الأنشطة الرياضية والغرف المجهزة لتغيير الملابس الموجودة. بعدها توجه رئيس الوزراء لتفقد منطقة مجمع المطاعم ومنطقة البحيرات وساحة الاحتفالات. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة للشائعات اللي ترددت حول تقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار ب 35 جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023-2024، وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن الوزارة بتعتمد دائماً في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على استخدام متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير لمارس من كل عام، وهو ده اللي حصل فعلاً عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.